يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم معاكم في هذا اليوم الجمعة. الله يجعل إن شاء الله يوم خير وبركة على الجميع، ويرفع فيه البلاء والوباء، ويحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. مستمرين معاكم في متابعة الأخبار والتطورات والجهود المبذولة لمكافحة كوفيد 19. وخلونا نبدأ بأخبار وزارة الصحة. اليوم أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 12 حالة من المصابين بكوفيد 19، يرتفع بذلك عدد الحالات اللي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 123 حالة. في المقابل تم تسجيل 83 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة 993 حالة. أعزائي المشاهدين، مجلس الوزراء قرر في اجتماع الاستثنائي البارحة تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق البلاد إذا ما صدر ذلك، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني معكم، وذلك لتوفير جميع بيانات الإخوة المواطنين المتواجدين حاليا خارج البلاد، وتسهيل أيضا إجراءات عودتهم، داعيا المواطنين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم عبر هذا الموقع. نتابع هذا التقرير. حزمة من القرارات الجديدة أصدرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي في قصر الصيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع انتشار فيروس كوفيد 19. مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه أن الجهات الحكومية على أتم الاستعداد لعودة المواطنين المتواجدين في الخارج، والتي سوف يتم البدء بتنفيذها نهاية الأسبوع القادم، كما تم إطلاق موقع إلكتروني تحت مسمى معاكم، داعيا كافة المواطنين المتواجدين في الخارج إلى تسجيل كافة بياناتهم عبر الموقع لتسهيل إجراءات عودتهم. كما كلف مجلس الوزراء الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق الكويت إذا ما صدر، وذلك حرصا على ضمان أحكام التنفيذ لهذه الخطط وتحقيق الهدف المنشود منها وتجنب أي عقبات محتملة. جهود حثيثة تبذلها الحكومة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، وهو ما تقتضيه ضرورة تجسيد التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه المصلحة الوطنية العليا لتجاوز هذه الأزمة بكل أمان. ونروح معاكم أعزائي المشاهدين إلى وزارة الداخلية لتواصل جهودها الكبيرة هي بكل تفاني وإخلاص، وأيضا يعني روح وطنية لأجل هذا الوطن. وفي هذا السياق انتهت قبل شوية المهلة المحددة لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية، حيث تجاوز عدد المتقدمين أكثر من 5000 وافد من الجنسية المصرية. هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية أنها راح تستقبل الأسبوع الجاي مخالفي قانون الإقامة من الجاليتين البنغلاديشية والهندية. متابع. تتواصل عملية استقبال مخالفي قانون الإقامة من الجالية المصرية لليوم الخامس على التوالي.
قائد قوات الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة بوزارة الداخلية اللواء عابدين العابدين، نوه إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كل السبل لتذليل العقبات أمام المخالفين للاستفادة من المهلة المقررة. اللواء العابدين جدد التأكيد على أن الفرق العاملة لا تفرق بين مخالف مر على مخالفته 20 عاما وآخر خالف منذ أيام محدودة، وأن الفرصة متاحة للجميع للاستفادة من المهلة والسفر والإعاشة والعودة. العملية قاعد تمشي حسب الخطة اللي تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية، والأمور لحد الآن يعني تقدر تقول يعني ممتازة إن شاء الله بإذن الله. تقدم عندنا، خلص أوراقك وغادر إلى بلدك بأمان وسلام عند أهلك، متى ما الله سبحانه وتعالى فرج هذه الغمة عن الأمة كلها وردت الأمور إلى طبيعتها، الله والنبي محييك، وقدم أوراقك مرة ثانية إلى دولة الكويت وترجع مرة ثانية بإقامة صحيحة وعمل، تشاركنا العمل في دولة الكويت، حييك في أي وقت، هذا أفضل لك وأفضل للجميع. وكان أكثر من 5000 تقدموا لتسجيل أسمائهم مع دخول اليوم قبل الأخير من فتح باب الإقامة من الجالية المصرية، وذلك في إطار ترتيب أوضاعهم تمهيدا لمغادرتهم البلاد. وزارة الداخلية أعلنت أنها ستستقبل الأسبوع المقبل مخالفي قانون الإقامة من الجاليتين البنغلاديشية والهندية الراغبين في الاستفادة من القرار الوزاري الذي يسمح للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص إقامة أو ممن انتهت تراخيص إقامتهم بمغادرة البلاد دون تحمل أي أعباء مالية. وزارة الداخلية كانت قد افتتحت مقرين جديدين لاستقبال مخالفي قانون الإقامة من جميع الجنسيات في منطقة جليب الشيوخ، مع استمرار العمل لاستقبال المخالفين في المقرين الآخرين بمنطقة الفروانية وفق المواعيد المحددة لكل جنسية. أيضا أعزائي المشاهدين، من ضمن القطاعات الفاعلة في الدولة بلدية الكويت اللي يعني تواصل العمل ليل نهار بكل حماس وحس وطني كبير في خدمة الوطن، البلدية كثفت حملاتها من خلال رصد عقارات سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وأيضا تم قطع التيار الكهربائي عن 32 عقار مخالف في منطقة خيطان. نتابع هذا التقرير الميداني للزميل فريد دشتي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة الميدانية. نحن حاليا في منطقة خيطان، ومشكلة اللي دائما على قولهم قديمة متجددة، مشكلة سكن العزاب في وسط العوائل وما ينتج عنه من يعني بلاوي. نتابع. من تشيل هذه المزايا، هذه اللي ممنوحه حق صاحب العقار، لا يستطيع صاحب العقار نهائيا ارجاع تيار الكهربائي الا بعد ما يعدل وضعه، يرجع الى اخواننا في البلديه، وكذلك بعد ما يخلص من البلديه يرجع عند وزارتنا، وزاره الكهرباء والماء، ومن ثم يعدل اجراءاته ويعدل وضعه ويرجع بعدين يردوا له التيار الكهربائي. هذه منطقه واللي قاطبينها ترى احنا شباب كويتيين متطوعين، وجزاهم الله خير البلدية والدولة والوزراء، العموم مجتهد وياني. فلحم لما نتكلم ونقول والله في عزاب، نعم في عزاب، هذول كلهم أكثرهم يحطون عوائل ويزرعون وياهم عزاب. أتمنى يكون في محاسبة صاحب البيت، ما حاسب العازب اللي سكن العازب، يعني هذا مرض وباء والديرة كلها تكافع الوباء. إذا راعي البيت يسمح أنه ينقل الوباء حق جيرانه وأهل المنطقة، إحنا ما نرضي. طبعاً مشاهدينا الكرام، شفنا التقرير وإرشادات القوى العاملة والبلدية، سيد المنفوحي ومباحث الإقامة والقوى العاملة والتجارة والكهرباء
الله يعطيهم العافية، يعني جودهم واضحة على قدم وساق في تنظيف مناطق العائلية السكنية من سكن العزاب. طبعا لا ننسى ننوه للمشاهدين الكرام أن هناك البلدية حطت رقم واتساب 24727732 للشكاوي. إذا شفت عزابية يو الفريج عندك دق على الرقم اللي قلته، وإن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. في أمان. تحت عنوان تعاون لا تهاون، تم تشكيل فريق التطوع السريع لتقديم الاستشارات النفسية في ظل وباء كوفيد 19 للتخفيف من معاناة الأخوة المواطنين والمقيمين على حد سواء من هذا البلاء. انطلاقا من المسؤولية الوطنية، كل يتطوع حسب مهامه لمواجهة جائحة كورونا المستجد. وفي هذه الظروف باتت الحاجة إلى الاستشارات النفسية ملحة، ومن هنا تشكل فريق التدخل السريع لمواجهة الفيروس. الفريق الذي يعمل على مدى 24 ساعة يتكون من نخبة من الأخصائيين النفسيين لتقديم الاستشارات النفسية للمواطنين والمقيمين عبر الخط الساخن. وتحت شعار تعاون لا تهاون، يقدم الفريق نصائح نفسية وإرشادية لمواجهة فيروس كورونا بطريقة هادفة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر مهام الفريق على ذلك، بل امتدت لتصل إلى النزول إلى الميدان لتقديم الاستشارات النفسية لمن هم بالحجر المنزلي أو المستشفيات للتخفيف عن معاناتهم. اختلفت الأعمال التطوعية، إلا أن الهدف واحد وهو التصدي لهذا الوباء. أيضا حول هذا الموضوع ينضم لنا في الاستديو الاستشاري النفسي وعضو فريق التدخل السريع في جمعية علم النفس الكويتية الدكتور عثمان أحمد العصفور. مساك الله بخير دكتور عثمان. يا هلا بك. حياك الله. يا هلا مرحبا. دائما علم النفس يكون حاضر دكتور عثمان، خاصة في الأزمات والحروب، يعني بما يعني يضفي من أجواء إيجابية ويدعم ويعزز دور الأسرة. بداية يعني أنا حقيقة استرعى انتباهي مصطلح يعني التدخل السريع، يعني ودنا نعرف شنو مفهوم يعني التدخل السريع وشنو دوركم أيضا. أول شيء أمسي عليك سيد عامر وعلى السادة المشاهدين. والحقيقة يعني فريق التدخل السريع هو عضو مجموعة استشاريين ومرشدين من أعضاء في جمعية علم النفس الكويتية. التدخل السريع معناه هو التسرع في رصد الظواهر السلبية والحالات النفسية التي تقع عند وقوع الأزمات. وهذا المفهوم أو هذا الفريق هو عالمي، فلما حصل انتشار كورونا رأت جمعية علم النفس أنها تشكل فريق وتضع لها الأسس والطرق اللي تقدم الخدمات النفسية والدعم النفسي لكل من يطلب الاستشارة السريعة الفورية.
نعم، خلينا نبدأ يعني حوارنا مع الأطفال لما لهم من أهمية الحقيقة. اليوم انقطاع يعني عن الدراسة وأيضا يعني تغير كبير في مناهج حياتهم بالإضافة إلى يعني فراغ كبير، شنو النصائح اللي تقدم لهم؟ الحقيقة هذا خوش سؤال، يعني كثير ما يرد لنا كفريق تدخل سريع. أولادنا الآن قاعد يعيشون في حالة من الفراغ، بل أن اعتدنا الأمر أكثر من ذلك، يشعرون بنوع من الخوف ونوع من الضيقة. شلون أشغل أوقاتهم؟ أنا ما عندي مهارات كأب أو كأم، ما عندي مهارات. ففريق التدخل السريع من مهامه هو إعطاء توجيهات سريعة دون أن يتلقى الاستشارة، يعني ليس هو أخذ ولا عطى، ولكن هو سوي كذا، 1 2 3 4. ينام الطفل في وقت مبكر ويستيقظ وقت مبكر، ينتظم في واجباته، ممكن تعطينا بعض القصص، ممكن الألعاب، ممكن التلوين، ممكن الحوار، ممكن صقل مهارات الطفل، ممكن التخاطب مع أصدقائه في المدرسة. وهذه يعني طرق جيدة تجعل الطفل هو ما يحس أن هناك أزمة ولا مرض ولا وباء منتشر في الكويت. طيب بالنسبة للأطفال الصغار يعني اللي 3 4 سنوات 5 سنوات، شلون نوصل لهم فكرة أن هذا مرض يعني خطير ومرض معدي، وشنو يعني الطريقة يعني أو الأسلوب الأمثل لأن توصل لهم بطريقة سهلة؟ يعني يمكن أنا أقول لك سيد عامر، خلني أقول لك شنو الأشياء لازم ما نسويها. نعم. وهذا يمكن يعطينا على الإجابة هذه. إحنا مشكلتنا مع الوالدين، الآباء أحيانًا يكونون جدًا حذرين وجدًا عندهم اضطراب نفسي كالوسواس أو الخوف. فهذا يؤثر مباشرة على الطفل. يفترض على الأب أن يكون هادئ مطمئن، يمارس دوره طبيعي في البيت. كذلك الأم. فلما يشوف الأطفال الآباء في حالة استقرار وفي أمن وفي وضع إيجابي، بلا شك الطفل سيكون إيجابي. أنا لا بأس أني أطرح لموضوع الفيروس كورونا وشنو أضراره عشان يكتسب هذه المهارة. اليوم قاعد نسمع بعض الأولاد يقول لح يطلع من البيت، لح يطلع من البيت، كورونا مزعج. أطفال على 4 سنوات 5 سنوات، وهذه معناها ثقافة جيدة قاعد تبث للأطفال. نعم. بعض الأطفال يعني يكون في يعني فرط حركة أو ربما يكون عدواني وتلقاه يتحرك ويخرب ويكسر، شلون نضبط يعني سلوكهم أو نحول يعني إلى طاقتهم هذه إلى طاقة إيجابية؟ المشكلة أستاذ عامر أن هؤلاء الأطفال اللي عندهم نشاط زائد قد يكون عندهم تاريخ مرضي، يعني بمعنى أن قبل انتشار كورونا عنده هذا الفرط في النشاط والحركة. وبالتالي على الوالدين معرفة كيفية توظيف هذه الطاقة. هناك ألعاب تربوية كثيرة حقيقة لا تعد ولا تحصى بكيف أني أنا أزيل هذه الطاقة الكاملة، من لعب، من حديث، من ضحك، من ممكن تكون عملية لعب، حتى البوكسينج هذه ممتازة. ممكن أحط لي ألعاب فيها ذكاء أطلع الطاقة اللي عنده. لا يمنع الطفل يصرخ، لا يمنع أنه هو يتغشر مع أخوانه، لا أكتم أنفاسه ونشاطه. فالنشاط يجب أن يفرغ، وإلا سوف يتحول إلى خوف، إلى قلق، إلى اضطراب. حالة نفسية. نعم. حالة نفسية. نعم. نعم. طيب خلنا ننتقل إلى الوالدين اليوم، الأب والأم. قد يحدث يعني هناك يعني نوع من التذمر، نوع من الملل، نوع من الشجار ايضا بين يعني الاب والام، بما ينعكس الحقيقه سلبا على الاطفال. شنو دورنا يعني او دوركم كاستشاريين في خلق نوع من التقارب بين الوالدين، وايضا يعني خلق حاله من الايجابيه بما يعود بالنفع على الاسره؟ الحقيقه يعني انا اشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم. ان احنا هدفنا كتدخل سريع أن يوجد الأمن عند الوالدين والاستقرار عند الوالدين. فإذا كان الأب أو الأم شديد التوتر، يجب نعطيه مهارات كيفية خفض التوتر أو الغضب أو الضيقة أو الملل أو ما شابه ذلك من اضطرابات. فإذا الأب استقرت حالته وبدأ يضع له في يومه ايش قاعد يسوي مع أولاده، شلون يقضي وقته مع أولاده، أعتقد حيقلل من الضغوط النفسي اللي عند الوالدين. يمكن قرارات قاعد تطلع من الحكومة تزعج الوالدين، أمور مستقبلية بيعملها تنزعج أو ينزعج منها الوالدين. بالتالي هي إذا كان في حالة من وضع له جدول يومي إيش يعمل في خلال يوم والساعات، أعتقد هني يستقر حالته ويمكن يعطي الأولاد أكثر وأكثر. اليوم يعني في تعطيل المدارس وفي أيضا يعني حظر جزئي،
وربما يكون شامل يعني. لكن يعني شنو النصائح اللي نقدمها للأب للأم للأبناء كذلك، خاصة يعني مع وجود حملة قاعد بالبيت؟ والله هذه خوش حملة قاعد بالبيت، وخلقت لنا قدرة على الإنسان يكيف نفسه. المشكلة إذا كان هناك بعض الأباء غير متكيف مع هذا الوضع، هذه مشكلة. أنا الآن أن يكون هو قدرة على التكيف. التكيف هو أني أتقبل الوضع، أتقبل الوضع، أتقبل الشيء بحلوه ومره، خيره وشره. وبالتالي إذا أنا تقبلت الوضع والحظر، هني أنا أقدر كأب أم أو أب أن أعطي أولادي. إحنا نحتاج اليوم إلى الحوار أستاذ عامر، نحتاج إلى أن أسقل مهارات ولدي، مهارات قيادية، مهارات إدارة البيت، مهارات إدارة ذاته، تنظيف ذاته، اهتمام بذاته، الثقافة والإطلاع. أعتقد اليوم أفضل فرصة للوالدين أن إحنا نربي أولادنا ونعطيهم مهارات تربوية. ننتقل إلى موضوع الحجر الصحي دكتور عثمان. من أنهى الحجر الصحي، شنو ممكن من نصائح تقدمونها لهم؟ يعني الحقيقة أنا أنصح لأنهى الحجر أنه يدون تجاربه ويدون خبراته وتكون عنده مذكرات، لأن حتكون عنده يعني ذكرى حلوة إيجابية أني أنا أنجزت هذه المدة، رغم أني أنا مو متحمل أني أنا قاعد بروحي وأدير نفسي بنفسي. لأن حقيقة لا أخفي عليك سيد عامر والسادة المشاهدين أن كثير من كانوا بالحجر عندهم عزوف عن الأكل، عزوف عن الحديث مع الآخرين، حتى كان يرفض تلقي العلاج. ليش؟ لأن الصدمة كانت أقوى وأكثر ما هو متوقع. وبالتالي كان لنا دور كبير أن احنا نكلم هؤلاء بأن يخفف عنده الضغط النفسي، ونبدأ نستذكر بعض النقاط الإيجابية اللي عنده. الحقيقة طلبنا منهم أنهم يدونون خبراتهم وتجاربهم ويعبرون عن مشاعرهم، يوصفوا لنا بالضبط إيش كان يمرون بالأزمة النفسية أثناء ما كان بالحجر، فهذا هو علاج وفي راحة نفسية واستقرار. صحيح. طيب المجتمعات كثيرة، مجتمعنا كمجتمع كويتي إيش كثر يحتاج يعني من استشاريين نفسيين للتخفيف عن الضغط؟ والله نحتاجين كل من يساعدنا وكل من يمد يد العون معنا. وحقيقة يعني يسعدني أن في فرق كثيرة ظهرت مع فريق تدخل السريع. اليوم أستاذ عامر إحنا عندنا مشكلة ناس اللي عندهم تاريخ مرضي، اللي كانوا يتلقون العلاج الدوائي أو السلوكي من وساوس، من اضطرابات في الشخصية، من القلق، من اكتئاب. الآن مع الأزمة يزداد عند درجة الاضطراب. هذه فئة. فئة ثانية مهيئة لي تكون مضطربة نفسيا. الفئة الثالثة هي عدم القدرة على احتواء والتكيف مع القلق النفسي. وبالتالي هذه الفئة الثلاثة نحتاج إلى مرشدين وأخصائيين، وهذه فرصة لمن يتطوع في الفريق. أعطيك العافية عبدالله. عندنا وقت ممكن دقيقة دي. إذن عندنا دقيقة، أنا بتوجه كلمة لإخوانك المواطنين المقيمين. أنا أقول يعني الحقيقة إحنا شعب الكويتي معروف في الصلابة والتحمل والقدرة على التكيف. الحكومة ما قصرت، وضعت لنا أسس وحطت لنا بعض النقاط. والتعاون مع الحكومة خاصة الالتزام لمصلحة المنزلي هذا أمر مهم جدا. عدم يعني نشر الإشاعات، بالعكس يجب أن نكون متفائلين. التفاؤل اليوم هو سلاح يعالج الاضطرابات النفسية والحياة اللي احنا نمر فيها. دكتور عثمان أحمد العصفور، شكرا لك، استشاري نفسي وعضو فريق التدخل السريع في جمعية علم النفس الكويتية، كل شكر وتقدير لك، يعطيك العافية. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يحفظك. قامت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بنشر رسائل توعوية للعمالة داخل المناطق المعزولة في كل من جليب الشيوخ والمهبولة بلغات متعددة حول أهمية الوقاية من تفشي فيروس كوفيد 19. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وبالتعاون مع الدوريات الجوالة بمنطقتي العزل بتوجيه عدة رسائل خاصة لقاطني تلك المنطقتين وباللغتين البنغلاديشية ولغة الأوردو ولطمأنة الجمهور. আপনারা
جهود مميزة يقوم فيها المتطوعين في الجمعيات التعاونية لتنظيم آلية العمل. نتابع هذا التقرير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم نحن مع كوكبة من المتطوعين في إحدى جمعيات الكويت وهي جمعية الشرنة. تابعونا. احنا متواجدين بجمعية السرة، شفنا وين الحاجة. كل مكان فيه عمل تطوعي، لكن الإنسان يشوف هو وين يقدر يعطي، وين الحاجة اللي ممكن هو يقدم فيها. فعلا احنا مجموعة، يعني تقريبا أسر مع بعض، يعني عائلة كاملة. تلاقي زوج الزوجة وبنته ويا أمها ويا، يعني ما شاء الله على قولتهم عملية ترابط متواجدة ما بين أفراد الأسرة، قاعدين يتطوعون. وفي كذلك اللي بالبيت اللي أقل من 21 سنة، هم من هم متطوعين في بيوتنا. كذلك وزارة التربية جزاها الله خير وفرت لنا المدارس لتخزين البضاعة فيها، فالبضاعة متوفرة في كل الجمعيات بشكل كبير إن شاء الله، وما في خوف من المخزون الاستراتيجي. بناء على إعلان ورغبة لمساهمة بجزء ولو بسيط ومكملين للصف الأول لحفاظ على دولتنا الكويت في هذه الوضع الراهن وفق الأزمة الجائحة الموجودة عندنا والتي هزت العالم كله. أبيع الجبن بالجرامات وأتشيسهم أغلفهم وأعطيهم. أعزائي المشاهدين، شفنا عملية التطوع بين المتطوعين والمتطوعات في جمعية السرة. ما شاء الله، هناك من ينظم، هناك من يعقم، هناك من يبيع، وهذا هو أصول العمل التطوعي، أن ما في مهنة عليها خط أحمر، كل المهن تزاول في الأزمات، وهذه لهم معدن الشباب الكويتي والشابات الكويتيات. في أمان الله. في ختام حلقتنا نبقى مع هذا الدعاء ونسأل الله القبول. في أمان الله. اللهم نسألك رحمة بأطفالنا وشيوخنا وبلادنا، بأن ترفع عنا بلاء طال بيوتك وعبادك، بلاء عجز عنه أهل الدار ولن يقوى عليه سوى رب السماء. اللهم إنا لنسألك بأعمالنا، بل نسألك برحمتك، ونسألك بحزن بيتك الحرام الذي اشتاق للطائفين العابدين. اللهم إن هذا ليس إلا جندا من جنودك، بأمرك نزل وبأمرك يزول. اللهم إنا أدركنا نعما لم نكن نبصرها، كانت بأبسط تفاصيل حياتنا وباتت محرمة علينا. ارفع عنا البلاء والداء يا رب، وارحمنا برحمتك، ولا تردنا عن أبوابك خائبين.